كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، لك اسمه طبقات الصوفية. قال شنو؟ ذكر إن الصوفية هم اللي اختلفوا فيه، لأنه الكتاب ده أصلا عن الصوفية بس، سير شيوخ الصوفية في الوقت ده. طيب في الصفحة رقم 307 الشيخ رقم 13 من شيوخ في طبقات الصوفية الحسين بن منصور الحلاج، قال أبو عبد الرحمن السلمي: والمشايخ، مشايخ منو؟ الصوفية، هذا ما شغل الصوفية كله. قال: والمشايخ في أمره مختلفون. يبقى نستفيد من الكلام ده شنو؟ إنه اللي اختلفوا فيه شيوخ الصوفية، مش اللي اختلفوا فيه شيوخ الإسلام. لازم نفهم المسألة دي. وده رد على الشبهة اللي بيجيبوها الصوفية، الصوفية يقول لك يا أخي العلماء اختلفوا فيه، لا لا لا، شيوخكم اللي اختلفوا فيه. وأزيدكم معلومة أقول لهم إنه أغلب شيوخ الصوفية في الوقت ذاك كفروا، زي ما قال منو؟ ابن كثير، قال: وبهذا قال أكثر الصوفية فيه. يبقى أغلب الصوفية كفروا ذاته في الوقت ذاك. طيب، وكذلك شهادة وكلام أبي عبد الرحمن السلمي في كتاب طبقات الصوفية، قال شنو؟ قال: والمشايخ في أمر مختلفون، رده أكثر المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم في التصوف. ده حقنا الوقت ده. الأغلبية شنو يا جماعة؟ حتى في الصوفية نفوا وقالوا ده معانا ذاته. لكن البرعي قال لا، برعي قال ده زولي ذاته، وقال الكتلو ديل كتلو ظلم، ظلم. قال في ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، مش ده الديوان بتاع البرعي؟ طيب في الصفحة رقم 149 و67 بيتحسر البرعي على الناس الكتلو، وقال الكتلو الحلاج الكتلو ظلم. في الصفحة رقم 147 قال البرعي، الصفحة 149 قال: سفكوا دماء الأبرياء ظلما، شوف ظلما قال، كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. معناته الحلاج عند البرعي ما له يا جماعة؟ مات مظلوم. طيب البرعي هل كان مخشوش بالحلاج؟ قالوا صالح لا، البرعي عارف الحلاج كافر، وإنه كلامه اللي بيقوله أبو جهل وأبو لهب وعقبة ابن أبي معيط ما قالوا زيه، بدليل أنه البرعي نقل كلام الحلاج الكفري لما الحلاج قال لهم كراعدي فوق إلهكم اللي بتعبدوا ذاته، طلع على المسلمين وقال لهم قدمدي فوق إلهكم أو فوق ربكم. في الصفحة 67 البرعي جاب كلام الحلاج ده ومدح الكلام ده ذاته. الصفحة 67 من كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قال البرعي: وخمرة الذكر بين القوم صافية رقت وراقت على لون من الطاس، بكر على أيدي أبكار تدار فلا تصدع ناشئ منها على الراس، لما تعاطاها أهل العلم صاحبهم حال الجنون، فيا ويح الشجي الحاسي، غابوا ففاه بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسي. قال الحسين، حسين دمنو ابن منصور الحلاج، قال الحسين: على معبودكم قدمي وضعته. قال البرعي: يا له من عارف كاسي. ده زول قال عارف وعالم كبير، ليه؟ لأنه قال كراعدي فوق ربنا وضعتها. صفحة رقم كم؟ 67. بعدين ما يغشك صوفي يقول لك لا لا، المقصود بالكلام ده إنه الدنيا، لا لا ما قال الدنيا، قال على معبودكم. المسلمين بيعبدوا منو؟ بيعبدوا منو؟ لو قلت المسلمين ما بيعبدوا الله طلعت تكفيري يا البرعي.
ناس التكفير والهجرة بقيت داعش. إذا قلت المسلمين بيعبدوا الله، الحلاج قال لهم على معبودكم قدمي وضعته. وإتى البرعي قلت يا له من عارف كاسي، صفحة 67 أو ده الكتاب. إحنا دارين كلام علمي زي ده، شما غصوا به جوطوا ونبستونا ومشاكل وعكاكيز. علم نتحدى أي صوفي على وجه الأرض. تعالوا ناقشونا الكلام ده علم، تعالوا اقعدوا وناقشونا بس عشان الكلام ما يكون ساكت وجوطة ساكت.